أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من شروط الهجرة أن البلد الذي يريد أن يهاجر إليه شخص يوافق على البقاء فيه؟ يوافق على البقاء فيه. كيف يوافق على البلد المهاجر إليه؟ ها؟ يقصد البلد المهاجر إليه. أي ويش؟ يقول: هل يشترط أن يوافق البلد على البقاء فيه؟ إذا لم يوافق الحكومة حكومة البلد على دخولك فيه واستقرارك فيه، هذا متعذر عليك. لكن إذا سمحوا لك، ولكن الهجرة هي الفرار بالدين من بلد الشرك وبلد الكفر، إذا لم يقدر على إظهار دينه فإنه يهاجر إلى بلد يقدر فيه على إظهار دينه، حتى ولو لم يكن بلدا مسلما، إذا كان أهله لا يمنعونه من إظهار دينه فيهاجر إليه. لأن الصحابة هاجروا إلى الحبشة وهي بلاد نصارى، لأن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا لم يجد بلدا مسلما يستقبله، أما إذا وجد بلدا مسلما يستقبله فلا يذهب إلى بلاد الكفر، يذهب إلى بلاد الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول الصحابة حينما ذهبوا إلى الحبشة لم يكن في ذاك الوقت بلد مسلم يستقبلهم، فلما وجد البلد المسلم الذي يستقبلهم وهو المدينة هاجروا إليها. نعم.